وباء قاتل كل 100 سنة وسر خطير في الرقم 20 1720 و1820 و2020 رقم 20 من كل قرن كان يحمل كارثة فيروسية. هل هي الصدفة؟ لا أحد من علماء الفلك والأرقام والأساطير يملك تفسيراً. وباء كل قرن يضرب البشرية في السنة 20 من كل قرن. مخلوقات مجهرية ميكروسكوبية سنتيمتر مربع واحد قد يتسع لمليون منها. الطاعون والكوليرا والإنفلونزا بأنواعها ومؤخراً الكورونا حصدت في 4 قرون من الضحايا ما يفوق حصاد الحربين العالميتين وحروب أخرى. لكن ثمة سر يبدو لافتاً وخطيراً. عام 1720 ضرب مدينة مارسيليا الفرنسية طاعون عظيم وقتل في أيام 100,000 شخص، وبعده ب100 عام بالتمام والكمال وبالتحديد عام 1820 كانت الكوليرا تحصد أرواح البشرية في أندونيسيا والفلبين وتايلاند، وحصد الوباء أيضاً 100,000 وأكثر. وبعد 100 عام آخر وفي عام 1920 كان العالم مع مولد من النمط الشرير من الإنفلونزا، وهي الإنفلونزا الإسبانية التي كانت كارثة بشرية تجاوز ضحاياها 1,000,000 شخص وسط عجز عن إيقافها. وفي عام 2020 أي اليوم يعيش العالم كابوس الكورونا الذي يحمل نمطاً متطوراً بعد أن ضرب أكبر مجتمعات الأرض الصين وعزل مقاطعات بحجم دول كبيرة. حدث يغذي نظرية المؤامرة لدى البعض. فماذا يعني أن يهدد فيروس حجمه 150 نانومتر الكرة الأرضية مساحتها أكثر من 550 مليون كيلومتر؟ والسؤال يطرح نفسه، هل نعيش وباء حقيقيا أم مفتعلا؟